السلام عليكم المشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا كاملين تكونوا بصحه جيده يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي فعاله وكتحيد لك الكحبه من الدقه الاولى، من الساعه الاولى مجربه. وكنتمنى ديروا هذه الوصفه اللي كيعاني من الكحبه، سواء الكبير سواء الصغير سواء الوليدات، يجرب هذه الوصفه وردوا عليا، لان هذه الوصفه اصلا ما كتضرش. اي حاجه كنديرها فيها كناكلوها ومحببه عند الجميع. وتاني حاجه انها فعاله، احسن من الواحد كيبقى يدير الرابوزات كيمشي يشري السيرويات غالين. نوضي وديري غير هاد الوصفه راه عندك في البيت وردي عليا الخبار. هاد الوصفه هادي ديال الكحبه او الكحه او السعال، كل واحد كيفاش تيسميها، هي اللي غنحتاجو فيها هادشي اللي كتشوفوا معايا هنا، هو الكمون. الكمون اللي حنا كندردرو على الماكله ديالنا، كنديروه على الشلاضه، كنديروه في جميع الماكله ديالنا. واي منزل مغربي او عربي ما كتخطاش الكمون. والحاجه الثانيه اللي غنستعملو في هذه الوصفه هو زيت الزيتون. زيت الزيتون اللي وصى عليه القران والرسول صلى الله عليه وسلم، واللي فيه بزاف ديال الفعاليات والمكونات للصحه ديالنا. يعني هاد المكونات نوضي واستعمليهم بلا ما تردي، راهم في واحد الفائده اللي كثيره على الصحه وعلى الكحبه اللي كتعانيو منها. ينوضوا يجربها. كنشدوا هاد جوج مكونات، اش كنديروا ليهم؟ كنجيبوا واحد المعلقه وكنخلطوا معلقه ديال الزيت ومعلقه ديال الكمون. كنشدوها وكنديروها بحال هكا كما كتشوفوا. صافي كتخلطيه كتولي بحال المشروب، بحال هكا مطلوق. هاد المعلقه هادي اللي خلطت ديال الكحبه ديال الزيت والكمون تقدري تستعمليها اي وقت، تستعمليها في الليل ملي تبغي تنعسي، تستعمليها مع الصباح. هي الاغلب والاحسن ملي الواحد يبغي ينعس يشرب منها واحد المعلقه بهاد القدر هذا، ولا ملي يفيق من النعاس يشرب معلقه على الريق. 3 ايام، النهار الاول كتبان لك النتيجه، ولكن من الاحسن تكملي واحد 3 ايام باش تقتل داك العش ديال الكحبه اللي كيكون عندنا في الصدر. زعما علي ما بغاش يجرب هذه الوصفه هذه. نتمنى تعجبكم، نتمنى تجربوها وتطبقوها وتردوا عليا الخبر. والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.